الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى درس جديد من دروس الكلمات، هذا الدرس الخامس على ما أعتقد إن شاء الله، اليوم 12 من ذي القعدة إن شاء الله رب العالمين. سنبدأ أول كلمات إن شاء الله، كلمة قصيرة كالعادة. جاهز أحمد ولا تلعب بابا؟ جاهز، يلا يلا عبد الرحمن جاهز؟ تكتب معي أول كلمة أكتبها تكون كاتبها دغري. يلا فرد المسطرة، ترك المسطرة، يلا أسر، يلا يلا. أول كلمة أكتبها اليوم إن شاء الله كلمة خلق، هاي حرف الخاء، لام، بعدين شو؟ قاف. خلق، يلا يلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن بدك تلحقني اليوم ولا امبارح؟ شفت خلقة. لما تكتب لا يلا لا يلا مزين. هذا نشوف طبقة خلاص خلقة، خلينا نشوف حماد السطر ايه؟ السطر وخط واضح كده، حط فتحات خا لا قا خا لا قا حط القاف انت كمان فتحة خلق شو بعد خلق الكتاب كيف جاي خليه يلا تبارك جيد يلا خلاص أبي ما يغش ها من عم يغش مين؟ من غشنا ليس منا، من غشنا فليس منا، مين عم يغش كلي؟ أبكر من غشنا بكر؟ لا هو هو يعني تنقل مني كان أبكر من غشنا فليس منا، دير بالك ليش هو يعني فرج؟ أنا كتبت خلقات صح كتب يلا وأنت بيت خلقات صح راقب الله لا تراقب البشر، كل واحد طلع على نفسه نا تا أي تا ونون مو نون هاي بقى اللي جنبها ألف لا جنب تاء باء ألف راء كاف تاء يلا اكتب لي طلع قراب الأول خلاص قبل الكتابة يلا باء روك ها دور جيد يلا طريق أبي اكتب لي كلمة صغيرة هاي خلقة صغيرة لك تبارك واحدة صغيرة واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة كبيرين يلا زيه تاء كلمة صغيرة كلمة كبيرة كلمة صغيرة كلمة كبيرة يلا با تا با تبارك الذي تبارك يلا محمد يلا هاي كلمة صغيرة بكر تبارك سكنة ما بحب ليش؟ صغيرة الكلمة أعرف يلا يا سري أصلاً أعطيني غيرة أعطيني أكتب لي من راسك يلا أكتب لي كلمة مكرة ميم كافرة يلا مكرة السري ميم بالأول شلون؟ يلا حماد أكتب لي يمكرون من راسك لا لا يلا جرب مراسي اكتب لي يمكرون يمكرون يا يمكر بعدين ها راء لا واو نون هاي الجماعة يمكرون كتار يعني جماعة مو واحد
يمكرون مثل يأكلون يمكر. جماعة حط واو نون شوية يشربون شوية واو نون شوية الكلمات مكرة ما يا محمد تقول يمكرون يلا اكتبوا دول يلا سري يلا الوقت عم يمشي ما. لا تصفن ضيع ولا لحظة يلا محمد يلا رو مكرة إيه. خد جيد اكتب لي لاعبة يلا يلا بكر يلا لاعبة اكتب لي لاعبة ما اكتب اللون اكتب مخ يلا اكتب يلا الشاطر افضل يكتب مخه اصلا كله لا شوف مين شاطر اكثر يلا اكتب لي لاعبة كل الخطوط مكرة اي محمد اكتب لي ما اكتب الكل ها ما اكتب ابدا طيب ما في يلا اكتب لي يمكرون عماد عشان اتعلم هاي واو الجماعة بابا احنا اللورا لا 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 من مخ انا اعطيك انا اعطيك عماد كب الفرد يا شباب يمكرون يلا تجلس اقعد على ركبك اعطيني كلمة صغيرة يا ميم كاف اعطيني كلمة كبيرة يلا اكتبها سريع اعطيني كلمة كلمة كبيرة يعمهون يعمهون يلا شوف يا وضعي بدي كلمات كبيرة يلا 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 اكتب لي اياها اليوم رح نسلط الضوء على شو على واو الجماعه يلا